النهارده كان وصول بعثه النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب الرئيس المحبوب للنادي الاهلي الى مطار الدوحه مطار حمد الدولي منذ قليل، وكان بصحبته المهندس خالد مرتجي اللي كان منورنا امبارح في لقاء يعني مطول، وايضا دكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره، والسيد طارق قنديل اعضاء مجلس اداره، وسط استقبال اسطوري داخل وخارج المطار. يعني المسؤولين الحقيقه في قطر دائما وابدا افضل واحلى استقبال للنادي الاهلي ولكل الفرق المصريه الحقيقه ولكل الفرق العربيه اللي بتزور الدوحه. الحقيقه كل الاحترام دائما وابدا، استقبال اكثر من رائع لبعثه النادي الاهلي داخل المطار وخارج المطار، وجماهير الاهلي اللي عامله عظمه عامله عظمه العظمه هناك الحقيقه في الدوحه انتظارا للنادي الاهلي، وامل كبير جدا في ربنا سبحانه وتعالى انه باذن الله يكون عندنا يوم جميل، يوم السبت يكون يوم سعيد. ادي البعثه، شفنا دكتور شوقي، كولر، محمد رمضان، سامي قمصان، جمال جبر، العميد علاء، وباقي افراد الجهاز الفني ميشيل يانكون وكارلوس، وباقي بقى اللاعبين والدكتور احمد جاب الله والجميع، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. ده الاستاذ ماهر هنا، جماهير الاهلي الرائعه اللي احتشدت الحقيقه للاحتفال بالنادي الاهلي. اسمع يا سيدي. طبعا دول اللي اتسمح ليهم من الجماهير بالتواجد في هذا المكان فقط لا غير، وجماهير الاهلي الحقيقه دائما وابدا ملتزمه، يعني ما عندهاش مشكله في اي حاجه، ف يعني التزمت تماما بكل ما طلب منها. لكن الحقيقه رابطه الاهلي ليست في قطر فقط ولكن في الخليج بالكامل، مع استقبال اكثر من رائع واكثر من معبر واكثر من جميل لنجوم النادي الاهلي، للاعبي النادي الاهلي، استقبال يعبر عن المحبه، يعبر عن الود، يعبر عن الامتنان ما بين الجميع، سواء من الجمهور للاهلي او من الاهلي للجمهور. دايما حاله من الحب وحاله من التفاؤل، يعني حاجه تسعد، يعني حاجه بجد الواحد بيشعر بالامتنان الشديد لهذه الجماهير المصرية العربية، لأن كثير منها أيضا من الجاليات العربية اللي بتعشق النادي الأهلي واللي بتقدر النادي الأهلي واللي بتنتظر النادي الأهلي. ده صحيح بيحط عبء، مش عايز أقول عبء، خلينا أقولها بالشكل الأفضل، اللي بيحط مسؤولية على يعني كاهل بعثة النادي الأهلي، لاعبي النادي الأهلي، بيحط عليهم مسؤوليات كبيرة جدا. بنبص باقي اللعيبة اللي موجودين، شغل لهم الأغاني الحقيقة، فرحة دايما تلاقي حس بفرحة وسعادة بلعبة النادي الأهلي، تحس بامتنان كده.
وانا الحقيقه بسترجع بالذاكره كده وانا لعيب صغير، اول ما كنت بطلع رحله كنا بنطلع رحلات في مباريات وديه في الكويت، انا فاكر اظن كانت اول مباراه وديه لينا في الكويت اللي لم تخني الذاكره، كانت كلها بتحمل الطابع الرسمي. لكن دلوقتي ما في مره الفرقه دي بتطلع الا وهي بتنافس على بطوله، مره كاس التحدي، مره كاس افريقيا، مره كاس السوبر، مره كاس العالم، مره كاس افريقيا، كل رحله للخارج وهي بمنافسه على بطوله من البطولات، وبالتالي زادت المسؤوليات. ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق ان شاء الله.